قلت لمن سألني مرة ونحن في أمريكا، وقد جاء لي بهذا الاعتراض واعتراض تعدد المرأة بالنسبة للرجل وعدم تعدد الرجل بالنسبة للمرأة، عدوا النقاش إلى شيء يتعلق أيضا بالدنيا. قالوا لماذا تتعدد المرأة في الزواج من رجل واحد ولا يتعدد الرجال على المرأة الواحدة مقابلة؟ قلت لهم سألتكم بالله، أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء؟ قالوا هنا في بعض الولايات إباحة للبغاء. فقلت فكيف تحتاطون لصحة الناس؟ قالوا بالمباشرة الصحية، يكشف على الفتاة التي تتعرض لذلك كل أسبوع مرتين وتفاجأ بما لا حصر له ولا عد، لنتأكد من سلامتها من الأمراض، لنضمن صحة المترددين عليهم. قلت نعم، كلام جميل، هل كشفتم على كل امرأة متزوجة كل أسبوع ولو مرة أو كل شهر ولو مرة؟ قالوا لا. ولماذا لا تكشفون على المرأة المتزوجة ولو كل شهر مرة؟ قالوا لأنها لا تتعرض لميكروب خبيث أبدا. قلت ولما ذلك؟ قال لأن الماء ماء واحد وهو ماء الزوج، إذن فالخبث في الأمراض لا يتعدد إلا من تعدد ماء الرجال في المكان الواحد. قلت إذن فصدق الله خلقه حين أباح أن تتعدد المرأة ولم يبح أن يتعدد الرجال.